ابعت ملك الكبدة يحييكم. احنا جايين هنا ليه؟ هاكلك احسن سندوتش كبدة في حياتك. ما بحبش الكبدة. وهي دي اي كبدة؟ دي كبدة فيل. كبدة فيل؟ ايوه يا ملك الكبدة امرني يا عمي اعمل لنا سندوتشين كبدة فيل. كبدة فيل ايه انت اتجننت يا عم؟ اي سندوتشات وخلاص، هي كانت هتحللهم. عينيا الاثنين وعندك اثنين كبدة فيل. شوف حتى اللي بيعمل كبدة الفيل تلاقي جسمه قد الفيل. ربنا يستر بعد ما تاكلي ما يطلع لكش زلومه. وعندك كبدة فيل وصلحه. اتفضلي يا قمر كلي كلي. دوقي قولي لي رايك. يا كذاب، دي مش كبدة فيل. يعني هنذبح لك فيل عشان تاكلي سندوتش؟ كلي. تعالي بقى افرجك على الاماكن الشعبيه الجميله والناس الحلوه هنا اللي بتحب بعضيها وبتخاف على بعضيها. امال ايه، كل حاجه هنا حلوه. بقول لك يا برنس، امرني. البت دي تلزمني. ليه هي ماشيه مع شخص عادي؟ انا بقول لك تلزمني كده. الموضوع هيكبر وانت هتصغى. الله يخرب بيتك يا شفيقة، وطرت الرجالة بخروجاتك دي. بقول لك ايه، انا مش عايزاك تقلق خالص، زمانه جاي. بقالي نص ساعة وهيجي، أخا قوي. معلش هيجي. تعرفي ان اصعب حاجة في الدنيا الانتظار. يوه، تعالى بقى تعالى، انت هتحكي لي انا على الانتظار ووجع الانتظار ده؟ انا بقالي سنين مستنية ابن الحلال انه يجي. مش هيجي. لا هيجي. مش هيجي. انا كنت بعتبرك بجد كتير عليا، بس اكتشفت ان انا اللي كتير عليك. ما تديني على اي حد. ايه؟ تديني على اي حد. يعني مش هيجي؟ اهو جه اهو. مين؟ سلوكه؟ ما تنفهم. انت مش واخده بالك؟ ده انا على وقت وقتي بالصوت. الله، انت واقف كده ليه؟ واقف واقفه مع نفسي. ودي وقفه ان شاء الله. واقفه زي وقفه رمضان صبحي على الكوره. لا، لو انت رمضان صبحي يبقى انا حازم امام. يا سيدي امرك امرك يا سيدي، تقدر تحط الحديد في ايدي، ما اقدرش اخالفك لاني عارفك انت اكتر واحد حبيبي. يا سيدي يا سيدي يا سيدي. اتفضل يا قمر، اتفضل يا عسل، اتفضل. ايه الحلاوه دي؟ انت عارفه لو كنت سبتيني على الواد ده ما كنتش هتلاقيني. بس انا احلى دلوقتي بالطاويره دي، دي طاوره الشرف. شكلهم غيرانين، اعملي نفسك ما بتحبهمش. احنا كنا في ايه؟ والله النهارده يوم الضرب العالمي ولا ايه؟ وسع الله. بقول لك انا مش عايز اقول لك على ايه مشين. ايه انت كمان هتقول ايه؟ انت تاني خلاص عرفت. اقول لك انا مش انا مش قولي لي بحبك يا دوحه. مين دوحه؟ دوحه ده الاسم الوحيد اللي انا بقى اصدقه، وليها لي ماما واحده. ماما واحدة بس. طب انا احبك ازاي؟ احبني ازاي؟ اعتبري معاكي حكم عامية. مش فاهمه منك حاجة. يعني هو انا اللي فاهم منك حاجة؟ طب انت بتكلم لغة ايه؟ لغة الحب، لغة المشاعر، لغة الاحاسيس، لغة الهوفو كده برضو يا وراندا. ماما انا اسمي ملاقونة. ملاقونة ده اللي عيني يقولي لي يا ملاقونة يا ملاقونة يا ملكونتي. الله عليك حبيبتي. تشاو، مع السلامة يا جنبي. خلاص يا عدو. خلاص خلاص. ايه ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوا في بعض ده؟ ما هو بيعملوا كده علشانك، بسببك انت. البيبي يحبك والبيبي يحبك وده بيحبك حتى ده بيحبك. ولسه المهم، كل كلمة قالها لغزوني كانت صح. طب خلاص يا جماعة، هنركز في مهمة، هنفتح الكباريه وهنخلص كل المشاكلنا، وانا هختار واحد فيكم. في ايه؟ انا برده مش فاهمة يا بيه. طب ما تنسيش سلوكة القموح. منسي دبلوم صنايع. عطوها الانت لعلمقمة هي اختارت خلاص. عدوي لا سلوك لا لا بلكون لا لا، انا عايزهم كلهم كلهم كلهم. قلبي ومفتاحه ترتا بالملك ايديك. انا قلت اكيد الوقفه دي ربنا هيبعت فيها الفرج. بقول لك ايه، انا عايز شفيقه تحبيني، اعمل لها ايه؟ اعمل لها سونار. سونار يا حامل؟ بقول لك نفسها تقعد بيا، اعمل لها ايه يا بنت؟ اعمل لها اللي هي بتحبه. بتحب ايه؟ بتحب ايه يا بوبوس؟ بتحب ايه؟ هتلاقي كنتاكي وكل سلو. انت متاكده انها كده هتحبيني؟ متأكد. اسمع بس اللي بقولك عليه. يلا روح، معاك فلوس الميكروباص؟ معايا. يلا طريقك اخت. ثانية واحدة واجيلك. ماشي. اسمه ايه؟ كله ايه؟ كله سلو. ضع
بسبوس بقول لك ايه، عايز اوصل لقلب شفيقه. منين منين اي اخويا؟ انت راح الطلبيه. طلبيه ايه؟ بقول لك عايز اوصل لقلبها عشان اتجوزها. عشان تتجوزها يبقى تتجوزني انا كميكروباص ومن خلالي توصل لها. ايوه بس لو اتجوزتك واتجوزتها مش هقدر. هي تاخد ليلتين وانا ليله وكده، يعني ابقى عدلت. جاي هي 3 ليالي وانا ليله، كده بظلم نفسي. انت عايز ايه دلوقتي؟ انت ليله وهي العمر كله. لا يا اخوي انا زي الفريق بقى، ما احب الشريك. طب قولي لي بس اعمل ايه عشان اوصل لها؟ خلاص مش انت بورسعيدي؟ ايوه. هات لها سمك شبرت وسهيله. شاطره يا وليه. احلى ما في الحفله مين دبدوبه التخين. مساء الورد على دبدوبه عطوه. مساء العسل على قلب بوبكس. بالاخر عايز اوصل لقلب شفيقه في الانجاز. اذا كان كده ده انا اوصلك لشفيقه ولم شفيقه واديك الجنسيه الارمني من غير تاشيره. بس بصراحه بقى مش كل حاجه في الدنيا الفلوس، الرومانسيه برضو حلوه. يعني لازم انت تعمل لها روميو عشان هي تبقى جولييت. روميو؟ روميو ده طب عرفناه، ومين جولييت دي؟ لا ده واحد بتاع كراسي كده في بورسعيد، هبقى اوديك عنده ان شاء الله. طب يلا طريقك اخد. انا مين؟ انت مين المنامين؟ بقول لك ايه يا بوبوس يا حبيبتي؟ نعم. انا عايز اوصل لقلب شفيقه، اعمل ايه؟ اللي عبالي ما محصلش يا بوبوس. انا عايزك تحط لي حط امتلاء. حب ايه؟ امتلاء. امتلاء اللي هو بتاع المطهر بتاع المعده. حاضر يا اخويا هجيبهولك. حاضر يا بنت. انا مش عيان، انا من ساعه ما شفتها بيتنقل كويس واشرب كويس وانا كويس، مش ناقص اللي اتجوزها. ما تيجي بقى يا شيخه ابعدي عني. تعالى بس اسمع اللي بقوله يا شيخه. بقول لك اتجننتي ولا ايه؟ تعالي الشفيقه اعتبرنا انا متولد. هتبوسها بس، هتبوسها صغنطتها. هي العيال دي راحت فين؟ دول رايحين بس يجيبوا لي شويه حاجات كده انا نفسي فيها. يا بنت بطلي تفاصيل. تفاصيل ايه؟ انا مش فاهمه انت واخد كل حاجه على صدرك كده ومبهدلنا ليه؟ ما تطريها كده الناس لبعضيها. اضطر اعمل ايه يعني؟ يعني تعالى بس كده. عايزه ايه؟ عايزه بوسه. عايزه بوسه؟ عيني يا حبيبتي. غمضي كده. خلاص هما بيغمضوا فيها. غمضي جامد بقى. جاهزه؟ ايه ده؟ هي دي بوسه مشبك ولا ده الحبل كله؟